هي المسابقة هذه كانت عندها دورات سابقة، تجم تقول الدورة هذه الدورة الثانية، عمناول كانت أول دورة. المسابقة نتاع الخطيب الصغير هذه هي مستوحاة فكرة جاية من الشرق، احنا حبينا نعملوا كيف كيف، قلنا علاش احنا لازم نهجوا، عندنا طاقات في تونس، عندنا طاقات هنا في صفاقس، علاش ما نكتشفوش الطاقات هذه؟ ليلة 40 مشارك، من ال 40 مشارك فازوا 10 فقط. احنا المسابقة شنو هي المسابقة هي؟ احنا كي نعيطوا يعني نعملوا نخرجوا الإعلان هذا سواء كان في شبكة التواصل الاجتماعي، الناس بالطبع مش تقيد ولا عبر التليفونات، الناس تقيد ايش نعملوا؟ احنا نعملوا يومين تصفيات، عملناها هنا في جامعة بوسادة، الأول نهار يعني نقسموهم، ما نجموش نعديو 40 واحد في نهار واحد، نعديو له نهار 40 واحد 20 واحد، وثاني نهار 20 واحد، وبعدين من 20 هذوكم نختاروا اللي هم المتميزين. بعد ما نختار المتميزين هذوكم مش نختاروا 10 بالطبع، هذا المعروف عنه بالتوب 10 اللي هم العشرة هذوما المتميزين. ليلة ضمن مسابقة الخطيب الصغير، شكون الجمعيات اللي شاركوا في المسابقة؟ بالنسبة للجمعيات المشاركة في المسابقة، هي مجموعة من الجمعيات شاركت معنا في المسابقة هذه، من بينهم جمعية شباب الغد، جمعية شبابية معروفة في صفاقس، عندنا جمعية تهتم بالمساجد اللي هي جمعية لجان المساجد بصفاقس، ثم جمعية الخطابة والعلوم الشرعية جمعية معروفة في صفاقس. Yeah.
شنو موضوع الخطبة اللي شاركت به اليوم في المسابقة؟ الأخوة. علاش اخترت الموضوع هذا بالذات؟ لا علاش اخترت الموضوع الأخوة الليلة في الخطبة؟ ما ندري. شكون حفظك الخطبة؟ ام سيدي عبد الحكيم. وقديش قعدت من نهار تحفظ فيها الخطبة هذه؟ جمعة. شنو تحب تنصح الصغار اللي كيفك؟ نحبهم يوليوا يعملوا الولاد كيفي انا هكا وان شاء الله ينجحوا. تقييم الليله في المسابقه كان على اساس شنو؟ بالنسبه للتقييم، التقييم هذا ما كانش في تقييم المحتوى والا في درجه العلم اللي قدم فيها والا الاحاديث والا الايات، صحيح هو مهم جيد عندنا جانب في التقييم هذا، لكن الاساس التقييم هو الخطابه، هو فن تقنيه الخطابه وتقنيه التاثير وتقنيه تبليغ المعلومه. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واساس دولتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا ووحد صفوفنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبروك، العام أنتم بخير.